وبنستكمل درسنا مع بعض يا اولاد. وكنت سامع حد فيكم كده بيقول ايه يا مستر نبات اليقطين. تمام، يبقى بما امر الله تعالى النباتات، امر الله تعالى النباتات ان تنمو، وذلك لاطعام نبي الله وحمايته من حر الشمس. السؤال اللي بعد كده يا حبايبي، السؤال 13، ماذا فعل نبي الله يونس بعد ان عاد الى قريته؟ عمل ايه لما رجع؟ ايوه جدع، تمام، استكمل ابلاغ الرساله، كمل ابلاغ رسالته. وكان نتيجه ده ايه يا اولاد؟ نتيجه ده ان كتير قوي من اهل القريه دخلوا في الاسلام. سؤال هنا برضو يا اولاد عشان معلوماتكم، والسؤال ده برضو هتاخدوه في الدين. اما تيجي تقول لي يا مستر ايه ده، هو سيدنا يونس كان بيدعوهم للاسلام او سيدنا محمد؟ هقول لك ان كل الرسل يا اولاد جم يدعونا الى الاسلام. والاسلام يا اولاد هو عباده الله الواحد، الاسلام هو عبادة الله الواحد. جم علشان يدعوا لعبادة الله ايه يا اولاد؟ لعبادة الله الواحد، فكلهم بيدعوا الى الاسلام. عشان كده ربنا بيقول ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. جميل. السؤال يا اولاد اللي بعده، ماذا تعلم سيدنا يونس عليه السلام؟ واحنا كمان يا اولاد تعلمنا ايه من هذه القصة؟ تعلمنا ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يترك احدا عملا دون ان يكمله. وكده يا اولاد نكون خلصنا الاسئله بتاعتنا. وعايزكم يعني كواجب ليكم ان انتوا تحاولوا ان انتوا تجاوبوا كراسه التدريبات الدروس اللي احنا بنعرضها لكم. واستعينوا يا اولاد ببعض هذه المعاني، انا لقيتها بعض المعاني مهمه جدا، حاولوا ان انتوا تراجعوها كده قدامكم على الشاشه، حاولوا تستفيدوا منها وانتوا بتحلوا، والتوفيق وربنا يصلح حالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.